شاله من كلمات الشاعر محمد مقبول النمري، أداء المنشد طلال الطويرقي. في محفل الطيب والتكميل على الركون، يا مرحبا بالضيوف للوفا جابها، يا مرحبا روح بغالي فالزمن ما يهون، من روسي صلبة عريبة وفي انصابها، من روسي صلبة عريبة وفي انصابها. ابشر بسعدك يا ابو عزام، ربعك متون ادحم بانك
شعابها. اهداء من الاستاذ سالم النمري، كلمات الشاعر عمر النمري. يا مرحبا عاد آدم شاع النور، وعداد برق اللحف على مناشيه، عند بلجن وقت الكرام دوم مخبور، صالح والأحد قد صالح يجاريه، صالح والأحد قد صالح يجاريه. ما بين وقفة صدق وإحساسه وشعور، ما بين فكري والقصيد وقوافيه، جاني طلب حين ولين ومقدور، لبيت له من دون ما أقول له ليه، لأني مع ربعي من عوامه مكار، الموقف الطيب يشوفونني فيه، الموقف الطيب يشوفونني فيه. يا مرحبا ولين والبال مسرور، منا على الضيفان الكرم دوم مخبوط، صالح ولحد قد صالح يجاريه، صالح ولحد قد صالح يجاريه. مهد النصاح وعود بحال مكسور، يقف وقوف الذيب يسري مساريه، لمال وقتك واصبح الحال معسور، عنز عليه ولازمك ما يخليه، ما هو كلام لا حقيقه ودستور، اشهد بها والكل يشهد بماضيه، اشهد بها والكل يشهد بماضيه. الا بغيت الشر في منطق الشر، والا بغيت الفعل جدات يديه، هذا ابو عزام ما يلحق زار، لا يلحقه بتان من هو يعاديه، من دون عياله لهم قسمه مفور، تمشي على نهجه وتتبع خطويه، عزام ما تلقى على طيبه قصور، سلطان درع واعتزافه، من روس ربعي ذكره ذكر مشهور، من ماضي الايام واصعب لياليه، المنسب الذكبان والعز وهدمور، مجد تلوح المجد والعز كاسيه. يا مرحبا واهلين والبال مسرور، منا على الضيفان ذا الليل نبديه، منا على الضيفان ذا الليل نبديه. ما بين وقفة صدق واحساسه وشعور، مع ربعي من عوامه مكار، الموقف الطيب يشوفونني فيه، الموقف الطيب يشوفونني فيه. يا مرحبا ولين والبال مسرور، منا على الضيفان ذا الليل نبديه، يا مرحبا عدود ما شعشع النور، وعداد برق اللحف على مناشيه، عند بلجن وقت الكرم دوم مخبوط، صالح ولحتن قد صالح يجاريه، صالح ولحتن قد صالح يجاريه. مهد النصاح وعود بحال مكسور، يقف وقوف الذيب يسري مساريه، لمال وقتك واصبح الحال معسور، عنز عليه ولازمك ما يخليه، ما هو كلام لا حقيقه ودستور، اشهد بها والكل يشهد بماضيه، اشهد بها والكل يشهد بماضيه. الا بغيت الشر في منطق الشر، والا بغيت الفعل جدات يديه، هذا ابو عزام ما يلحق زار، لا يلحقه بتان من هو يعاديه، من دون عياله لهم قسمه مفور، تمشي على نهجه وتتبع خطويه، عزام ما تلقى على طيبه قصور، سلطان درع لم تخا واعتزافيه، من روس ربعي ذكره ذكر مشهور، من ماضي الايام واصعب لياليه، المنسب الذكبان والعز وهدمور، مجد تلوح المجد والعز كاسيه. يا مرحبا واهلين والبال مسرور، منا على الضيفان ذا الليل نبديه، منا على الضيفان ذا الليل نبديه. يا هلا هلا
الله كما وقتي ما ينعدل لو تعدله نبغى نفل لرجوك يا محلى قري عطب لها يا لا 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 يا لا لا خلوها توجيه من بعد شفنا المزالة ما كذا يا أبوك لا تغرق بوسط وحولها يا لا 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 يا لا لا خلوها حنا سبقناكم وجربنا والمضيلة واللي مجرب خذ منه قاس الليالي وهولا شرط اللي عجبكم غصب حنا نقبله خلوا لنا فرصة نجرب عرض الأرض وطولها يا لا 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 يا لا لا خلوها يا أبو تطور ساب المسطرة والمنقلة سينك وصادك فارقة ما يستوي مدلولة يا لا 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 يا لا لا خلوها رغباتكم تبغى عقل يحسب لعمق المسألة خلوا الرعانة ما وراها خير يمتعدوا لها يا لا 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 يا لا لا خلوها وعظك ونصحك يحترم وين اللي حنا نجعله أوجز في تفصيلك لنا واللي تضيمك قولها يا لا 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 خلوها شوف الحظ المشكلة ما يبتقدم أو حضر مجلجلة المشكلة فيكم جنيتم الردي محصولة يا لا 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 يا لا لا خلوها ما أخذتوا طيبة نحتاجها ومعدلة يا دبرة الله في الجهل عرضوا أخبولها يا لا 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 ي
له سروه لطيحني وكادش والخافي ما لحذولا صدق كل شي تتحفله ارفق بعمرك يا ولد في طلوعها ونزولها يا لا 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 خلوها فكرت في قولك لقيت الحق معكم مجمله حنا عرب مستهدفة بس امي في معزولها يا لا 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 يا لا لا خلوها ادري بنيتكم تبون رجال لقيت بشر يبرعوا لها يا لا 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 يا لا لا خلوها هذا العشم فيكم وودي تحتمون القافلة من حاقد وطماع لا تغفون صحولها يا لا 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 ابشر بسعدك يا ابو عزام ربعك متونة حنبان كايدة يعجبك مضرابها في محفل الطيب ودك ميلي على الركون يا مرحبا بالضيوف اللي الوفا جابها يا مرحبا روح بغالي في الزمن ما يوم الروس صلبة عريبة وفي انصابة يا مرحبا يا ذبيت يا مرحبا يا ذبيت يا مرحبا
سلام الله ما ناخت ركابا لبيت الله أفواجا إيابا، وصلاة ربي للنبي وآله ما صب فوق البيد عذب السحابة، وتفتحت تلك الزهور وأينعت شوقا لليل نفحة الأطيابة، وتكاملت كل الجموع لبهجة فيها التقى الأصحاب والأحباب، وتعطرت أسمى التهاني فرحا ليلا توشح بالفرح جلبابا. أيها الحفل البهيج والحضور الجميل، حييكم جميعا بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الضيوف الكرام، شيوخ وأعيان ورجال القبائل، وكل من شرف وحضر هذا الفرح، يطيب لنا باسم الأستاذ صالح بن سلطان النمري، وباسم فارس هذا المساء الشاب عزام بن صالح بن سلطان النمري، وباسم قبيلة النمور من ثقيف، أن نرحب بكم، نرحب بكم جميعاً وسط غيوم السماء، وبين خيوط أشعة الشمس، وبين أغصان الأزهار وأوراق الأشجار. مرحباً بكم كثر النجوم الساطعة، وكثر الورود الفائحة، وكثر البحار الواسعة، وكثر الجبال الراسية. مرحباً بكم ممزوجةً بعطر الورود ورائحة البخور. أهلاً وسهلاً ترحيباً مفعماً بالأشواق بأرحامنا وأنسابنا قبيلة المناصير من الثبتة، هذه القبيلة العريقة على مر العصور، وأخوالاً للنبي صلى الله عليه وسلم، فأهلاً وسهلاً بكم جميعاً ضيوفنا الكرام. وليلة الأحد لحفلنا فرحت، وتفتحت أزهارها وابتهجت، وتعالت الأنوار في سمائنا وأنورت، واستوت الوعود والترحيب وجب، فمرحباً أخرى وأخرى ورحباً مرتحب. القول في مقامنا هذا ومن على هذا المنبر هي المباركة لعريسنا وفارسنا الشاب عزام بن صالح بن سلطان النمري، ونقول له: بارك الله لكما وبارك عليكما وجمع بينكما في خير. ضيوفنا الأعزاء، خير البدايات وأعظم كتب السماوات آيات عطرة من القرآن الكريم يتلوها القارئ نواف بن بندر النمري. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة، إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. ومن آياته خلق السماوات والأرض واختلاف ألسنتكم وألوانكم، إن في ذلك لآيات للعالمين. صدق الله العظيم. جزيت خيراً. ضيوفنا، من كل قلب وكل لسان ينطق بالحق، نقول لكم أهلاً ومرحباً بكم. فقرتنا القادمة هي بمثابة تقديم عرفان ووفاء من الأستاذ صالح بن سلطان النمري في كلمته القادمة للحضور وكل من شرف حفل زواج ابنه عزام. يقدم الكلمة نيابة عنه الابن سلطان بن صالح النمري، فليتفضل المنبر له لإلقاء الكلمة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أحل النكاح وجعله سداً حاجزاً وحافظاً عن السفاح. الحمد لله الذي هيأ لنا درب النجاح وجعل تأسيس الأسرة المسلمة طريقاً إلى الفلاح. الحمد لله الذي جمعنا على دروب الفرحة والنجاح وأبعدنا عن الهم والحزن والأتراح. مرحباً بكم عدد ما خطته الأقلام من حروف وعدد ما أزهر بالأرض زهور. مرحباً ممزوجةً بعطر الورد ورائحة البخور. أهلاً بكم حل الضياء بحلكم، والمسك عطر أرضنا والعنبر. البدر أمسى مشرقاً بقدومكم، والليل قد حل مضيئاً يسفر. باسمي وباسم آل سلطان
نرحب بضيوفنا الكرام وأنسابنا المناصير من ثبيت في حفل فارسنا الهمام الشاب عزام بن صالح النمري، فأهلاً وسهلاً بكم ترحيباً. فاق جبال الهدى ثباتاً وازدادت عن مرابعها ثباتاً، باقة ورد معطرة وحروف تتطاير فرحاً لتمنح كلماتنا البهجة والتدفق. سعادتي وبهجتي مضاعفة بحضوركم الجميل، فأهلاً بكم. ونسأل الله أن يبارك للعروسين ويبارك عليهما ويجمع بينهما في خير. ونشكر كل من شاركنا أفراحنا، ونخص بالشكر القائمين على صندوق النمور للزواج وأبنائنا المشاركين في الحفل، ونعتذر لمن لم نتمكن من دعوتهم بسبب الظروف الحالية. ودامت دياركم عامرة بالأفراح، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. شكراً سلطان بن صالح النمري على هذه الكلمة، وشكراً لوالده على الحفاوة والاستقبال. الضيوف الأعزاء، لنا جولة مع الشعر في هذا المساء مع نخبة من شعراء قبيلة النمور، ليطربوا مسامعنا بجميل أشعارهم وجزل أبياتهم. وبداية مع الشاعر عمر بن عبد الله صدقة النمري، فليتفضل. السلام عليكم، الله يمسيكم بالخير، مرحبا، حياكم الله ترحيب المطر. في البداية أبارك العزام فارس هذه الليلة، وأقول له كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: بارك الله لكما وبارك عليكما وجمع بينكما في خير. صلوا على رسول الله. أقول: ما بين وقفة صدق وإحساس وشعور، وما بين فكري والقصيد وقوى فيه، جاني طلب هين ولين ومقدور، ولبيت له من دون ما أقول له ليه، لأني مع ربعي من أعوام مذكور، الماقف الطيب يشوفونني فيه يا ما عليك زود، لأني مع ربعي من أعوام مذكور، الماقف الطيب يشوفونني فيه يا مرحبا وهلين والبال مسرور، منا على الضيفان ذا الليل نبديه، يا مرحبا عداد ما شعشع النور، وإعداد برق اللاح فعلى مناشير، عند بلجن وقت الكرم دوم مخبور، صالح ولحد قد صالح يجاريه، محد نصاه وعود بحال مكسور، ياقف وقوف الذيب يسري مساريه، لا مال وقتك واصبح الحال معسور، ميل عليه ولازمك ما يخليه، ما هو كلام إلا حقيقة ودستور، أشهد بها والكل يشهد بماضيه، اللي يا بغيت الشور في منطقة شور، واللي يا بغيت الفعل جادت أياديه، هذا أبو عزام ما يلحقه زور ولا يلحقه بهتان من هو يعاديه، من دونه عياله لهم قسم موفور، تمشي على نهجه وتتبع خطاويه، عزام ما تلقى على طيبه قصور، وسلطان درعه لن تخاوع تزافيه، من روس ربعي ذكرها ذكر مشهور، من ماضي الايام واصعب لياليه، المنسب الثقفان والعزوه نمور، مجد تلاها المجد والعز كاسيه، ويا مرحبا واهلين والبال مسرور، منا على الضيفان ذا الليل نبديه. سلامتكم. صح لسانك لا فض أخوك شاعرنا الشاعر عمر بن عبد الله صدقة النمري. احبتي ضيوفنا الكرام، مرحبا واهلا ننثرها دوما في كل لحظه، ومع قوافل القصيد وقصيدة أخرى للشاعر عبد الوهاب بن عايش النمري، فليتفضل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مساكم الله بالخير جميعا. أكرر الترحيب بضيوفنا الكرام، الله يحييهم كل نسمة، ونبارك العريس هذه الليلة
عزام صالح نقول له كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم: اللهم بارك لهما وبارك عليهما واجمع بينهما في خير. أما المشاركة فأقول: كريم يا برق عيوني تشوفه، كريم يا برق عيوني تشوفه، نوه من القبلة سحابه مراديف. كريم يا برق عيوني تشوفه، نوه من القبلة سحابه مراديف. لحن رعاده دانت قنوفه، لحن رعاده دانت قنوفه، يهل ما هو يخلف النبت والريف. لحن رعاده دانت قنوفه، يهل ما هو يخلف النبت والريف. مبروك يا حرا عديمه وصوفه، ركن مهاب ومكرم الجار والضيف. مبروك يا حرا عديمه وصوفه، ركن مهاب ومكرم الجار والضيف. ريف الضعوف ومن شكا من ظروفه، يمناه ديم ولا تحسب التكاليف. ريف الضعوف ومن شكا من ظروفه، يمناه ديم ولا تحسب التكاليف. صالح أبو عزام مكرم ضيوفه، نصل الحرار مروية شذرة السيف. صالح أبو عزام مكرم ضيوفه، نسل الحرار مروية شذرة السيف. عيال بن سلطان قوم معروفة، الفعل يكفي عن جميع التواصيف. عيال بن سلطان قوم معروفة، الفعل يكفي عن جميع التواصيف. عدوهم يشقى ويزداد خوفه، وخويهم يسلى جميع التحاسيف. عيال بن سلطان قوم معروفة، الفعل يكفي عن جميع التواصيف. عدوهم يشقى ويزداد خوفه، وخويهم يسلى جميع التحاسيف. ومرحوم يا سلطان، ومرحوم يا سلطان تندى كفوفة. سلطان يا سلطان سيف المواقيف، طيبك يا ابو صالح بكفك تحوفه، ومورثه ربعك تمد المعاريف. طيبك يا ابو صالح بكفك تحوفه، ومورثه ربعك تمد المعاريف. ورجب رجب شيخ يشفي وقوفه، مرحوم يريف الكبود الملاهيف. ورجب رجب شيخ يشفي وقوفه، مرحوم يريف الكبود الملاهيف. يا فزعة اللي ينهب الهم جوفه، مجد سطع ضوى بروس المشاريف. ورجب رجب شيخ يشفي وقوفه، مرحوم يريف الكبود الملاهيف. يا فزعة اللي ينهب الهم جوفه، مجده سطع ضوى بروس المشاريف. واليوم عيد وزان حضر الضيوفه، واليوم عيد وزان حضر الضيوفه، من زالهم بين الضلوع المراهيف. هذا التزاحم بالتهاني صفوفه، وفاضت تهنيها من السيف للسيف. واليوم عيد وزان حضر الضيوفه، مزالهم بين الضلوع المراهيف. هذا التزاحم بالتهاني صفوفه، فاض التهنيها من السيف للسيف. ليلة فرح عزام تكتب حروفه، ليلة فرح عزام تكتب حروفه، ليلة فرح تجمع قلوب المواليف. جعل الفرح دايم تلحن دفوفه، ويا مرحبا من شرف الحفل تشريف. ليلة فرح عزام تكتب حروفه، ليلة فرح تجمع قلوب المواليف. جعل الفرح دايم تلحن دفوفه، يا مرحبا من شرفه الحفل تشريف. صلاة ربي عد بيت النطوفة، عد الجموع وعد ما ينبت الريف. سلامتكم، عذرونا على القصور. صح لسانك وبيض الله وجهك. أيها الحضور الكرام، لحفلنا هذا المساء قصة دونتها أجمل عبارات الترحيب وأعذب كلمات الود والتشريف.
وسطرها حضوركم وتشريفكم حفلنا الميمون، وأبدعها هذا التناغم وهذه الابتسامة التي رسمت على محياكم. حضورنا مستمرين معكم ومع فقراتنا، وفقرتنا القادمة موروث شعبي أصيل قديم جداً، المجالسي. المجالسي معروف عند أغلب قبائل الحجاز ويتغنى به في مثل هذه المناسبات. المجالسي مع الأخ محمد بن معتوق بن مصلح النمري، فليتفضل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نرحب بضيوفنا الكرام أجمل ترحيب، كما نبارك العريس هذه الليلة الأخ عزام صالح النمري، ونسأل الله له التوفيق وأن يجمع بينهما في خير. غني نقشت كفوفه دون الصور لاوي ما لت فنونه، والعرب ما يجونه لدت عيونه تقتل اللي نظر فيه. زين الحلايا يدرج في الملايا فيها الحظايا بل قصب نقشيا الطول ضايا والمحاسن كفايا لا وعنا يا كل موحد طاري خدوا هلالي مثل شبه الهلالي برق رجالي فوق مزنه يغشي لمعة والمبسم اللي له زمان يسلي وأوصاف خلي عوز كامل معاني دنت حجونه في مقادم رجوله ما حد يطول والحبوما مشافي سهمه رماني جوف قلبي كواني وانا زماني حدني عن مرابي ولو عطوني ما تشوفوا عيوني ما اقنعوني لو عطوني المنافي ويا رب سالك بعزة جلالك المال مالك وانت بامرك تقدي تنظر لحالي يا عزيز الجلال العمر فاني ما بقلة توالي ويا ما قطفنا من ثماري وشفنا والعمر يفنى ما يداوم لراعي وسلامتكم. بيض الله وجهك الأخ محمد بن معتوق بن مصلح النمري. حضوره الكريم، نجدد الترحيب دوما بالحضور. فقرتنا القادمة مع الصوت الشجي، مع صاحب الحنجرة الذهبية، مع أعذب الأصوات الذي يبقى صوته عالقا في الأذهان.
راحلة وأصوات تتميز بجمال هذا الفرح. المجس الحجازي وأتى من مكة ليشاركنا هذا الفرح وهو غني عن التعريف وعن هذه المقدمة، لكن وجب علينا أن نقف على هذا المنبر ونذكر هشام الأباتي. تحية لهشام الأباتي، استاهل. تفضل هشام مع المجس الحجازي من مكة ليشارك في هذا الفرح، تفضل. يا طائف ازداني وقولي وانشدي، أيا الطائف ازداني وقولي وانشدي، أحلى القصائد والمديح وزيدي، هو يوم أنس في مساء مبهج، هو يوم سعد في مساء مبهج، أصدعه وصلت لنبض وريدي، يا عريسنا وأنا أقلده بذا التغريد، وأنا أقلده بذا التغريد، وأنا أقلده بذا التغريد، أيا مناصير نمور ثبوت جوارك قد أتوا، أيا عزام ثبوت مناصير نمور جوارك قد أتوا، مدوا لك الإسناد بالتأييد، أيا 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 رب يا رب ارفع قدرهم وكيانهم، آمين قولوا بالغ الترديد، حضورنا لا تلوموني إذا أحببتكم، فجواركم ألقا خلقا يزيد رصيدي، ثم الصلاة على النبي وآله، ثم الصلاة على النبي وآله، ما رددوا تغريدي يعطيكم العافيه، الف الف مبروك. حضور الكريم، اهلا وسهلا بكم، شكرا لهشام الأباتي على هذا المجس. فقراتنا متنوعه ومستمره معكم، ودعواتنا لفارس هذه الليله بالتوفيق في حياته الزوجيه. فقرتنا القادمه الرجز. الرجز معروف
في منطقة الحجاز، والعم عبد الله وصل الله يقول يحتاج المقمع لكن ما يحصل على عم عبد الله. الرجل كلمات وقصائد تغنى بطريقة معينة ولها جمهور ولها محبين إن شاء الله. كذلك عندنا القصيمي وعندنا الشيلات وعندنا بعد تناول العشاء فرقة هشام الأباتشي حيكونون معانا ألعاب شعبية متنوعة. الرجز من كلمات الشاعر محمد بن مقبول النمري، أداء محمد بن مقبول وعبد الوهاب عايش النمري. وقتا ممتعا لكم مع فقرة الرجز. لف لف كده يا لا 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 لا
المنشدين والشاعر والصفوف على هذه اللوحة الفنية. حفلنا المبارك للضيف حق، للضيف حق لا ينال لغيره أبدا، وإن أبت الظروف أو انجفت. حياكم الله، حياكم الله من نفس يطيب لها تشريفكم وحضوركم ولها اعتنت. أهلا وسهلا بكم جميعا ضيوفنا الكرام. فقرتنا القادمة لوحة فنية أخرى من موروثنا الشعبي الأصيل، والذي هو امتداد للماضي، القصيميات، مفردها القصيمي، وهي عبارة عن أبيات شعرية. وأنا دوما أردد مختصر للتعريف بهذا الموروث، والجميع لديه أكثر وأكثر عن مثل هذا الموروث. فهو عبارة عن قصائد شعرية بلحن معين تغنى بين الصفين، تطورت في هذا الزمان، طورها الشعراء والمنشدين والصفوف. نترككم جمهورنا مع القصيمي من كلمات الشاعر محمد بن مقبول النمري وأداء محمد بن مقبول النمري والمنشد طلال الطويرقي، ولها مناسبة وقصة، وهي عبارة عن ردية بين الأب وابنه في قضية اجتماعية. وقتا ممتعا لكم جمهورنا الكريم. سبقناكم وجربنا السهل والمضيلة، واللي مجرب خذ منه قاس الليالي وهولا. صادق فارقة ما يستوي مدلولها.
رغباتكم تبغى عقل يحسب لعمق المسألة. خلوا الرعانة ما وراها خير يمتدوا لها. يا لا 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 يا لا لا. خلوها وعظك ونصحك يحترم وعين اللي تفصيلك لنا واللي تضيمك قولها. يا لا 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 يا لا لا. خلوها شوف الحضارة والتقدم والتطور مقبلها. وش لون يا ولد في طلوعها وانزولها. يا لا 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 يا لا لا. خلوها فكرت في قولك لقيت الحق معكم مجمله. حنا عرب مستهدفة السم في معزولها. يا لا 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 يا لا لا. خلوها أدري بنيتكم تبون رجال بعلى منزله. تدفعكم الغيرة علينا لا يجيناها.
لقيت بشر يبرعوا لها. حاقد وطماع لا تغفون عنه صحولها. يا لا 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 يا لا 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 يا لا 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 يا لا 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 يا لا شكرا للشاعر، شكرا للمنشدين، شكرا للصفوف، شكرا لمن شارك معنا على المسرح، شكرا للجميع على الحضور وهذا التفاعل. نجدد الترحيب مرارا، فقراتنا مستمرة معكم وبكم. يحلى هذا المساء. اللوحة الفنية القادمة مسجلة، بريت مسجل لفارس وبدر هذه الليلة، عريسنا عزام بن صالح النمري، من كلمات الشاعر محمد بن مقبول النمري، أداء المنشد طلال الطويرقي. جمهورنا، وقتا ممتعا لكم بالفقرة القادمة. شاله من كلمات الشاعر محمد مقبول النمري، أداء المنشد طلال الطويرقي. في محفل الطيب والتكميل على الركون، يا مرحبا بالضيوف اللي الوفا جابها، يا مرحبا روح بغالي فالزمن ما يهون. من روسي صلبة عريبة وفي انصابها، من روس صلبة عريبة وفي انصابة. ابشر بسعدك يا ابو عزام، ربعك متونة حنبا يا مرحبا يا ذبيت، يا مرحبا يا ذبيت اللي سكن
وإهداءات لفارس هذا المساء، لوحة فنية مسجلة إهداء من ابن العم سالم بن عبد الله صدقة النمري، من كلمات الشاعر عمر بن عبد الله صدقة النمري، أداء المنشد حاتم الشاطري. وقتا ممتعا جمهورنا الكريم للفقرة القادمة. إهداء من الأستاذ سالم النمري، كلمات الشاعر عمر النمري. يا مرحبا عاد آدم شاع النور، وعداد برق اللحف على مناشيه، عند بلجان وقت الكرام دوم مخبور، صالح ولاح دنقاد صالح يجاريه، صالح ولاح دنقاد صالح يجاريه. ما بين وقفة صدق وإحساس وشعور، ما بين فكري والقصيد وقوافيه، جاني طلب هين ولين ومقدور، لبيت له من دون ما أقول له ليه، لأني مع ربعي من أعوامه مكور، الموقف الطيب يشوفونني فيه، الموقف الطيب يشوفونني فيه. يا مرحبا ولين والبال مسرور، منا على الضيفان ذا الليل، الكرم دوم مضبوط، صالح ولح تنقد صالح يجاريه، صالح ولح تنقد صالح يجاريه. مهد النصاح وعود بحال مكسور، يقف وقوف الذيب يسري بسريه، لما لوقتك واصبح الحال معسور، عد نزعله ولازمك ما يخليه، ما هو كلام لا حقيقه ودستور، اشهد بها والكل يشهد بماضي، أشهد بها والكل يشهد بماضي. إلى بغيت الشر في منطق الشر، وإلى بغيت الفعل جادات أيديه، هذا أبو عزام ما يلحق زار، لا يلحق بتان من هو يعاديه، من دون عياله لهم قاسم مفور، تمشي على نجاه وتتبع خطويه، عزام ما تلقى على طيبه قصور، سلطان درع لن تخاوى اعتزافيه، من روس ربعي ذكره ذكر مشهور، من ماضي الايام واصعب لياليه، المنسب الذكبان والعز وهمور، مجد تلوح المجد والعز كاسيه. يا مرحبا واهلين والبال مسرور، منا على الضيفان ذا الليل نبديه، منا على الضيفان ذا الليل نبديه. ما بين وقفة صدق واحساس وشعور، ما بين فكري والقصيد وقوافيه، جاني طلب هين ولين ومقدور، لبيت له من دون ما اقول له ليه، لاني مع ربعي من اعوامه مكور، الموقف الطيب يشوفونني فيه، الموقف الطيب يشوفونني فيه. يا مرحبا ولين والبال مسرور، منا على الضيفان ذا الليل نبديه، يا مرحبا عدود ما شعشع النار، وعداد برق اللحف على مناشيه، عند بلجن وقت الكرم دوم مخبوط، صالح ولح تنقد صالح يجاريه، صالح ولح تنقد صالح يجاريه. مهد النصاح وعود بحال مكسور، يقف وقوف الذيب يسري
شاد بماضيه اشاد بها والكل يا شاد بماضيه حلا بغيت الشر في منطقه شر ولا بغيت الفعل جادات اياديه هذا ابو عزام ما يلحق زار لا يلحقه بتان من هو يعاديه من دونه عياله لهم قاسمه مضور تمشي على نهجه وتتبع خطاويه عزام ما تلقى على طيبه سلطان درع لن تخاوى اعتزافه من روس ربعي ذكره ذكر مشهور من ماضي الايام واصعب لياليه المنسب الذكبان والعز وهدمور مجد تلوح المجد والعز كاسيه ويا مرحبا واهلين والبال مزروح منا على الضيفان ذا الليل نبديه شكرا للجميع، شكرا للشاعر والمنشد، شكرا لمن أهدى، شكرا للجميع المشاركة العريس. فقرتنا القادمة زفة لفارس هذا المساء احتفاء به وفرحة معه هذا الليل. Oh,
طابت أمانينا وأسفر الساد والنبى ليالينا وحفظ ليلة وحفظ ليلة جاد الإله بها فصار ينذر في الأفق الرياحين ووفاء من العريس لمن شارك ولمن حضر، وكذلك هناك من بادل هذا التكريم وهذه المشاعر وقدم هدايا للعريس ووالد العريس. بداية هدية مقدمة من والد العريس الأستاذ صالح بن سلطان النمري لعمه العريس عبد العزيز بن سلطان المنصوري. تفضل. تستاهل. وابو عزام كفو. كذلك هدية مقدمة من الأخ عبد الله بن عبادة طويرقي لفارس هذا المساء ووالده، فليتفضل عبد الله تسليم الهدية. شكرا للجميع، شكرا على هذه المشاعر وهذه الهدايا، وما هي إلا رمز وفاء وتقدير وعرفان، وفي الخاطر الكثير الكثير. يستاهل كل من تقدمت له الهدية ومن قدم الهدية كفو، ويقدر في أكثر من كذا. وقابل هذا التكريم وهذه المشاعر والد العريس
الأستاذ صالح بن سلطان النمري برمز وفاء وهدايا تذكارية بهذه المناسبة، مقدمها لمن شارك في إنجاح هذا الحفل، هدية مقدمة من الأستاذ صالح بن سلطان النمري وفارس هذا المساء للشاعر عمر بن عبد الله صدقة النمري، فليتفضل. كل هذه الهدايا التي تقدم هي رمز وتذكار، أعرف أن الفرح هذا فرحنا والعريس أخونا وكلنا مشاركين في إنجاح هذا الفرح، ولكن بادل الشعور بنفس المحبة والتقدير. كذلك هدية من الأستاذ صالح وابنه عزام إلى الشاعر عبد الوهاب بن عايش النمري، استاهل. هدية مقدمة من الأستاذ صالح وابنه عزام للمنشد طلال الصويرقي، استاهل. كذلك هدية من الأستاذ صالح النمري وابنه عزام النمري إلى الأستاذ سالم بن عبد الله صدقة النمري، استاهل سالم وابو عزام كفو. كذلك هدية مقدمة من الأستاذ صالح النمري إلى الشاعر محمد بن مقبول النمري، استاهل أبراج. كذلك هدية للشاعر عبد الوهاب بن عايش النمري من الأستاذ صالح بن سلطان وفارس هذا المساء، أكررها دوما، هذه رمز تذكاري لهذه المناسبة. كذلك هدية مقدمة من الأستاذ صالح النمري إلى الأخ محمد بن سالم النمري، استاهل أبو سالم. كذلك هدية مقدمة من الأستاذ صالح بن سلطان النمري إلى الأخ محمد بن معتوق بن مصلح النمري، استاهل محمد معتوق. طيب تتوالى الهدايا، هدية أخرى مقدمة لصاحب الحنجرة الذهبية، أتانا من مكة هشام الأباد، تفضل يا هشام. هدية تذكارية من العريس ووالد العريس. طبعا هم دائما يحرجوني، دائما يقدمون هدايا، وأنا أقولها دائما، الجميع مشارك في نجاح الحفل، ويعلم الله أنه عزام وابو عزام زواجنا، وأنا هذه الهدايا هي تذكار، هي رمز، ودنا نقدم لعزام الكثير الكثير، وابو عزام يرد لنا الكثير والكثير. هدية لشخص. هدية مقدمة للأستاذ شرف بن عطلة النمري. قبل الختام آخر هدية مقدمة من صندوق النمور للزواج لفارس هذا المساء، عبارة عن مبلغ 94,000 ريال لعزام و 94,000 ريال لأبو عزام الأستاذ صالح بن سلطان النمري، وتحية لصندوق النمور للزواج والقائمين عليه، حيث وصل المبلغ إلى هذه اللحظة 5,000,000 ريال تقدم لشباب قبيلة النمور. أسأل الله التوفيق، فإن قصرنا من
مبروك يا حر عالي للمراجل زبون عسى حياتك سعادة دوم تنابها أخذت لك من مراب العز ويجملون ثبت ما مثل مصيون جلبابها كم العلوم الأصيلة من قديم السنون مثل الذهب ما تغير والعدة تابها الله يتم يا سلام
Oh,
انتي سوى دونينا شعور.
تم الكلام وربنا محمود تم الكلام وربنا محمود وله المكارم والعلا والجود ثم الصلاة على النبي وآله ما غرد القمري وأورق عود وفق وذرية صالحة إن شاء الله عقبال الأخزابية اللي معنا.